نعم حنان العمري نموذج فعلا مميز ونموذج أيضا ملهم لكل أقرانها، حيث استطاعت فعلا أن تتغلب وتتكيف أيضا مع حالتها الصحية لتشكل نجاحا منقطع النظير. سنسلط الضوء بإذن الله عز وجل هذا الصباح على هذه القصة وحول أيضا أبرز الإنجازات التي حققتها هذه الفتاة المبدعة. رحبوا معي في البداية مع بالأستاذة حنان العمري، رئيسة مركز الزاهر للتدريب. شكرا لك ولقبول الدعوة، تفضلي. حدثينا في البداية للمشاهدين الكريم، من هي حنان العمري؟ يعطيك العافية أخوي أحمد، وصباح عليك وصباح الأخوة في الاستوديو، يعطيكم العافية ولحضوركم. طبعا حنان العمري مريضة فشل كلوي من 21 سنة، حاليا أنا مديرة مركز الزاهرة وعضوة مجلس شباب الباحة. عن التجربة مع المرض وعن مدة هذه المدة، وكيف استطعتي أن تتكيفي معه؟ طبعا أصبت بالفشل الكلوي بعمر صغير جدا، تقريبا بعمر 13 سنة. انقطعت في البداية عن الدراسة لفترة محدودة، ثم بعد ذلك الحمد لله تكيفت تماما مع المرض، عائلتي تقبلت المرض وتعايشت معه طبيعي جدا. أكملت مشواري الدراسي، أكملت المرحلة المتوسطة والثانوي والجامعي، فما كان أبدا المرض عائقا بالنسبة لي لأحلامي لطموحي وأهدافي. بالعكس أنه أصبحت حتى مرشدة في قسم غسيل الكلى للمرضى الجدد، بحيث أنه أنا أعطيهم أمل ودافع أنهم يتخطون هذا المرض. مع هذه السنوات أين وصلت الآن حنان العمري وأبرز الإنجازات التي حققتها؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا طبعا مخترعة في مجال الابتكارات التقنية والطبية بجامعة الباحة، لعامين متتاليين حصلت على المركز الأول. حصلت على الكثير من الأوسمة من جهات مثل وزارة العمل، مثل أمانة منطقة الباحة، كمان بفضل الله سبحانه وتعالى تم ترشيحي أن أكون عضوة مجلس شباب الباحة بترشيح سمو سيدي الدكتور حسام حفظه الله. أيضا طبعا أنا تطوعت في كثير من الفرق التطوعية، أكثر من 6 فرق تطوعية في كثير من اللجان التنمية والجمعيات الخيرية. أيضا كانت بداياتي كمقدمة برامج أطفال، أكاد أجزم أنه جميع مدارس وروضات منطقة الباحة قدمت فيها برامج تعليمية وترفيهية للأطفال. كنت سبب لله الحمد في كثير من صقل شخصيات الأطفال، بالإضافة إلى كثير من الإنجازات، اللهم لك الحمد. هنا في هذا المركز على مجال التدريب، أنا رأيت لك أيضا عدد من الدورات التي تقدمها، هل تعملين أيضا مديرة ومدربة هنا في نفس المركز؟ نعم طبعا بفضل الله، طبعا أنا من الناس المحبة جدا للتدريب في مجالات مختلفة. حاليا أنا أعمل مديرة مركز الزاهرة للتدريب، قدمنا الكثير من الدورات التدريبية. يكفي أنه شرف التدريب أن أكون سبب في تطوير شباب وشابات منطقة الباحة وغيرها من المناطق. رسالة ختامية لمن يقف دائما خلف حنان العمري. الحديث يطول والناس كثير صراحة، الناس اللي دعمتني والناس اللي وقفت معي، نبداها بالعائلة من الوالد والوالدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالصديقات المقربات، من عائلتي بشكل عام، من الناس، لكل شخص كان له بصمة في حياتي أقولهم حقيقي شكرا. من الناس اللي كمان دعمتني هم نفسهم مرضى الفشل الكلوي اللي كانوا سبب قوتي بالله الحمد. نحن أيضا في قناة الإخبارية وفي برنامج اليوم نسعد بك وبقبول الدعوة ونشكرك، ونتمنى لك إن شاء الله بإذن الله حياة مليئة بالنجاحات والفرح. يعطيك العافية وشكرا لك أستاذ أحمد. وكلمة أخيرة أختم فيها، إنه المرض لله الحمد، أولا الرضا بما قسم الله لنا، هذا جزء كبير إنه يخلي لي أنا أستمر في حياتي سواء العملية أو الحياتية. كلمة أقولها لكل مريض، إنه لا تنهي حياتك بنفسك، بالعكس إنه اطلع للدنيا، اشتغل وتعلم وتدرب، بداخل كل شخص قوة لازم يستخدمها. الله يعطيك الصحة والعافية، شاكر ومقدر لك. نعم سارة وعبد الإله، كما ترون هذه النماذج فعلا المشرقة التي تمنح الشخص فعلا طاقة للحياة، كيف لا، وهي استطاعت فعلا أن تتكيف مع هذا المرض خلال السنوات الماضية، بل وتصبح أيضا أيقونة نجاح
بين أقرانها، وتساهم أيضا في رفع معنويات أيضا من هم يعانون من نفس المرض. أنا سعيد جدا بهذا التواجد هنا في مركز الأستاذة حنان لننقل لكم الصوت والصورة في الرياض. قصة ملهمة بكل تأكيد، الله يحفظها أختنا حنان. يعني هذه المعاناة تحولت إلى نجاحات، بل إلى إلهام للآخرين، وهذه قيمة الإنسان. الإنسان فعلا الرائع والعظيم، يعني نوجه له هذه التحية ونقول بيض الله وجهك. اللهم آمين. يعطيك العافية أحمد البرتاوي.